السؤال الاولاني مع الاستاذه اميمه. استاذه اميمه من اسكندريه، من القاهره. استاذه اميمه من القاهره، اتفضلي. ازيك يا فضيله الشيخ؟ نعم وفضل الحمد لله. والله حضرتك انا معايا 5 اولاد. ربنا ربنا يبارك لك فيهم ويعينك عليهم. احنا معايا 2 ولدين كبار والثلاثه في الابتدائي، بس يعني الاثنين الكبار بقى عنده 23 سنه وعنده 21 سنه. طيب مخلصين وقاعدين في البيت. طيب فين فين سؤالك يا حاجه اميمه؟ بس بقى اللي قاعدين في البيت ما بيتحركوش وما بيشتغلوش، وحاطين عليا وحاطين زهقهم عليا، ويفضلوا يشتموا فيا، ولو رديت على كلامهم بيمدوا ايدهم عليا لا حول ولا قوه الا بالله. لهذه الدرجه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه كده؟ بقوم بياخد بعضه ويمشي من الساعه 1 الظهر، ما بيجيش الا الساعه 12 بالليل. بل انا دلوقتي اللي قاعده في وشهم. معلش يا اسلام، بحاول اسمع حضرتك بشويه لان الصوت مش باين فيه الكلام كويس، لكن انا عايز اسال حضرتك سؤال. ايوه عايز اسال حضرتك سؤال. هل فيهم حد بيتعاطى حاجه؟ هم ما بيشربوا سجاير بس. طيب امال ليه هم عنيفين مع حضرتك بهذه الطريقه السيئه؟ ومعايا 3 اطفال صغيرين معايا 3 اطفال صغيرين في الابتدائي. سامع حضرتك، سامع حضرتك يا حاجه. طب وايه سؤال حضرتك اللي بتسالوني ايه؟ فدلوقتي انا مش عارفه، انا دلوقتي لما لقيتهم اسلوبهم وحش معايا وطريقتهم وحشه معايا، فاضطريت ان اخد مكان بره وقعدت بره. يعني انت سبت الاولاد كلهم بما فيهم الاولاد الصغيرين، ولا اخذت الاولاد الصغيرين؟ الاطفال من البهدله بتاعت العيال، رامين ذنبهم عليا ورامين همهم عليا وقرفهم. طب والاولاد الصغيرين ايه ذنبهم؟ ذنبهم بقى ان ابوهم يتحمل مصاريفهم ويتحمل، انت عارف الدنيا صعبه دلوقتي وانا ما عنديش امكانيات اللي انا اصرف عليهم. طب ما تاخدي اولادك ويبقوا برضه ابوهم اللي يصرف عليهم، ليه تسيبيهم؟ ما العيال رافضين يقعدوا معايا وحابين انهم يقعدوا مع ابوهم، فانا اضطريت ان اخد العيال الصغيره، العيال حابين انهم يقعدوا مع ابوهم رغم ان ده كله. يعني انت سبت الاولاد الكبيره يقعدوا مع ابوهم وخدت الاولاد الصغيره؟ فالعيال الكبيرة بقى رامين ذنبهم عليا، طب اشتغلوا اتحركوا، طب قوموا من مكانكم، انتوا قرفتونا، انتوا زهقتونا، انتوا ربنا ياخدكم، انتوا ما عملتوش حاجة. اعوذ بالله. طيب خلاص، انا حاجة اميمة، انا هكلمك ممكن تعملي ايه عشان المسائل دي كلها، واقول لك انت اذا كنت انت عليكي معصية ولا لا، بدل انت اخدت الاولاد الصغيرة والاولاد الكبار دول هم اللي موجودين بس، مش كده؟ طيب انا هقول لحضرتك ايه الحال. فانا دلوقتي يا عم الشيخ عاوز اشوف. الو. ايوه سامع حضرتك يا حاجه اميمه. فانا دلوقتي عاوز اشوف حل. انا دلوقتي بقى لي 5 سنين قاعده بره وقاعده لوحدي وبصرف على نفسي، فانا عاوز اشوف حالي مع واحد يكويني ويعيشني ويخش ويطلع عليا بدل البهدله اللي هم مبهدليني، والراجل في حكم اللي احنا ما فيش معاشره ولا في زواج. طيب ولا في يا حاضر هجاوب على سؤالك ده. طيب حاجة أميمة، كأن في سؤالين، هجاوب على السؤال الأساسي اللي هي سألته لي، وفي سؤال تاني ممكن أقول لها تعمل فيه إيه. السؤال الأساسي اللي سألتوني، هل ليا، وكأنها بتقول لي هل ليا الحق إن أنا أطلب الطلاق من الراجل ده اللي هو لا بيقويني ولا بيساعدني وإحنا كأننا متطلقين عشان أشوف حالي وأتجوز حد تاني؟ طبعا، إذا كان الحال وصل إلى هذه الطريقة وأنتوا أصلا لا أنتوا عايشين مع بعض وأنتوا متضررة وهو لا يستطيع ان هو يصنع شيء، بس دوت بعد اجراءات محدده يا حاجه اميمه. اول حاجه ان احنا نتاكد ان خلاص استحاله العشره. الامر الثاني ان احنا نحاول بقدر الامكان الاصلاح. فاذا استوفيت الكلام ده ليك اللي انت تطلبي ده طبعا، لان انت متضرره. الامر الثاني بقى ان علاقتك بينك وبين اولادك دي محتاجه حد يبص عليها، يعني خبير يبص عليها، نشوف مين اللي تسبب في هذه العلاقة والفساد ده. وإن كان طبعا ما فيش حاجة في الدنيا تخلي الناس تتجاوز قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إياه وبالوالدين إحسانا. فاحنا عندنا مشكلة دلوقتي، مشكلة إن الأولاد دول بيهينوا أمهم وهم كبار وناضجين وبيعلموا أولادهم إخواتهم الصغيرين هذا السوء. ما فيش حد، مش معنى إن واحد ما تعلمش إن ده سببه أبوه وأمه. في ناس كتيرة تعرضوا لظروف اقتصادية واجتهدوا ونجحوا
الله سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نسعى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. انتوا واجب عليكم ان انتوا تسعوا، مش واجب عليكم ان انتوا تلوموا ابوكم او امكم. فاتقوا الله في ابوكم وامكم، واللي انتوا بتعملوه دوت من حقوق الوالدين. نعم من حقوق الوالدين، ما ينفعش ابدا ان انت تسيء لامك بهذه الطريقه، حتى لو ان هي كان مطلوب منها تعمل ايه وهي ما عندهاش لا نفقات تستطيع ان هي تنفق عليك، ولا تستطيع ان هي تخليك تتعلم. طب انت ليه ما اجتعدتش، ليه ما خرجتش تشتغل وتعلم نفسك؟ لا 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 خالص، هذا من حقوق الوالدين، هذا من حقوق الأمهات طبعا. الأمر الثاني، أنت لك حق إذا كنت متضررة ولا تستطيع أن أنت تعيشي، ولا وقد أخذنا كل الإجراءات اللي ممكن نصل بها إلى الإصلاح وأنت مش قادرة، مش ممكن يحصل إصلاح بينكم. آه طبعا، وما لا تفضري بهذه الطريقة وبهذه الحياة وحياتك متوقفة، لا. ولذلك آه يجوز لك أن أنت تعملي كده إن كنت قد مررت بكل الإجراءات اللي ممكن من خلالها يتم الإصلاح.